سلام، انا معاد احبوش. في هذا الفيديو غنشوفوا كيفاش نضمنوا ديك جوج نقاط اللي غتكون في السؤال الاول في الاحتمال الا طاحت لو ديغنيير جور دان كونداني. الكاتب ديال لو ديغنيير جور دان كونداني هو فيكتور ايغو. فيكتور ايغو هو كاتب فرنسي تولد في 1802 وتوفى في 1885. لو ديغنيير جور دان كونداني تحطات العام اللي فات في الجهاوي وماشي بعيد يعاودوا يحطوها في هذا العام هذا. دونك تبع معايا باش الا طاحت لو ديغنيير جور دان كونداني تلقى راسك ضمنتي جوج نقاط ديال السؤال الاول. غنبداو باول سؤال اللي هو لو نوم دو لوتور، اسم الكاتب ديال لو ديغنيير جور دان كونداني واللي هو فيكتور هوغو. السؤال الثاني هو لو تيتر دو لوفر، عنوان النص واللي هو لو ديغنيير جور دان كونداني. السؤال الثالث هو لو جونغ ليتيرير، يعني نوعيه النص. لو ديغنيير جور دان كونداني عارضت لا بين دو مور، يعني كانت معارضه للاعدام. دونك لو جونغ ليتيرير نوعيه هذا النص هو ان رومون اتيز، وبالعربيه روايه اطروحه. السؤال الرابع اللي هو لو سياكل، يعني القرن اللي تحطات فيه الروايه. لو ديغنيير جور دان كونداني تحطات في 1829، دونك القرن اللي تحطات فيه هو القرن 19. السؤال الخامس هو لا دات دو لا بروميير بريزونطاسيون، يعني التاريخ اللي تنشرات فيه الغومون ديال لو ديغنيير جور دان كونداني. فيكتور هيغو غيقدم لو ديغنيير جور دان كونداني سنه 1829. السؤال السادس والاخر هو دو زوفر دو لوتور، يعني جوج الاعمال ديال الكاتب بلا لو ديغنيير جور دان كونداني. انا نعطيكم جوج اعمال ديال فيكتور هيغو حفظتهم بالزربه وساهلين تحفظوهم. العمل الاول هو لي ترافايور دو لا مير، والعمل الثاني هو نوتردام دو باريس.